راح نبلش بالفيديو الثالث واللي هو عن chapter 2. حكيت بالintroduction بأول فيديو إنه chapter 2 أهم chapter، لأنه خلال هذا chapter راح نتعرف على كل قواعد C++، يعني حتى هو اسمه basic elements of C++. كتير سهل، بس شوية تركيز وإن شاء الله الأمور بتمشي. بداية رح نعرف بعض المفاهيم، بتمنى نحفظها زي ما هي مكتوبة بالضبط، عشان يعني فيما لو أجانا أي سؤال نكون عارفين التعريف بالضبط. بداية رح نبدأ بالfunction. هو عبارة عن collection of statement when executed accomplishes something may be predefined or standard. هلأ هو عبارة عن مجموعة من الجمل statements، مجموعة وين لما أنا أنفذها رح تنجز إشي، يعني أنا بنفذها بهدف إنجاز something. هلأ قد تكون predefined معرفة أو standard، هلأ رح نفهم معناهم لقدام. syntax، كتير رح نواجه لقدام syntax error، semantic error وهاي الأشياء، فكتير مهم نعرف معناهم. syntax rules that specify which statement أو الانستركشن كامل are legal، هي مجموعة من القواعد بتخلي لي هاي الستيتمنتس صح، إنه هي legal يعني قانونية أمورها تمام. programming language a set of rules, symbols and special words. لغة البرمجة عبارة عن مجموعة قواعد، رموز و special words أنا بستخدمها عشان أنجز البرنامج اللي بدي إياه. هلأ semantics rule، semantics rule meaning of instruction، المعنى اللي أنا بقصده بالجملة اللي بكتبها أو بالبرنامج اللي بدي إياه، يعني أنا لما أكتب برنامج بيكون في عندي هدف ببالي إنه بدي يحقق لي إياه. هلأ semantic هو meaning لإله. هلأ قدام رح نصير نلاقي syntax error و semantic error، شو بفرقوا عن بعض؟ هلأ syntax الكمبايلر syntax error الكمبايلر بيشوف انه في error ويعني برجع على الكودينج وبيعدله وهيك. اما semantic error فهو ما رح يشوف، الكمبايلينج ما رح يعطيني انه خطأ، الكمبايلر بعادي ما بيعطيني انه في اي مشكلة، لكن رح يكون في عندي مشكلة بالهدف، انه انا مش هذا التارجت اللي بدي اياه، مش هذا الناتج اللي بدي اياه. فمثلا يعني اقرب مثال له العمليات الحسابية، لما نحط اقواس وما نحط اقواس، يعني ما في اي مشكلة، ما في اي سنتاكس ايرور، الكمبايلر رح يشوفها وهي صح وامورها تمام، الا انه ما رح تعطيني نفس الناتج، يعني لما يكون في اقواس رح يختلف، ما في اقواس رح يختلف الناتج، لهيك بيكون بالمينينج في خطأ، هذا اللي هو السيمانتكس ايرور. بفضل يكون عندنا فكرة انه كيف اي برنامج سي بلس بلس رح يبلش. هذا الشكل دائما رح نشوفه ببداية أي برنامج مكتوب بالسي بلس بلس على السورس فايل زي ما قلت قبل شوي. using أو hash include iStream، بدنا نعرف شغلتين هلأ مبدئيا مهمين، إنه أي statement فيها hash هي رح تكون موجهة للpreprocessor، أي جملة ما فيها hash زي هيك مثلا using namespace std هاي رح تكون موجهة للcompiler، أما اللي فيها hash رح تكون موجهة للpreprocessor، يعني بهمني نعرف هاي التفاصيل الصغيرة. هلأ خلص هيك بس ناخد فكرة سريعة، انت مين، هاي القوسين الفاضيين هدول عشان الفانكشن، الريتين زيرو انه ارجع لي لبداية البرنامج without any values، ما رح يعني ارجع لي بالقيمة صفر، ما ترجع لي بأي value، ارجع يعني انه ارجع معاك القيمة صفر. بس هاي يعني هاي التفاصيل اللي لازم نعرفها مبدئيا، ولقدام رح يصير نعرف اكتر. وطبعا اللون الأزرق هذا مش عشان الديزاين ولا عشان أنا حاب أغير لون، لا، اللون الأزرق هذا عشان نعرف إنه هدول الكلمات كلمات محجوزة، يعني ما بصير أستخدمهم إلا ب C++ ويعني إلا بجمل معينة بس وإلهم استخدام معين. طبعا أنا هنا مخربطة بهنا، طبعا لازم تكون U هنا small مش capital، بس هيك هذا اللي لازم نعرفه. هلا رح نبدأ بإشي كتير مهم، لما بدي اكتب اشي بس انا as a programming ما بدي الكمبايلر يشوفه، يعني هذا عم بكتب اشياء بتخصني انا، لما افتح البرنامج مثلا بعد زمن طويل او اشي زي هيك اتذكر انا لشو عامل هذا الاشي، فبدي اكتب نوتات، كومنتس صغيرة، عنوان، تارجت البروغرام، يعني هاي الاشياء. هلا شو لازم اعمل؟ بستخدم الكومنت، اشي اسمه كومنتس. كيف شكلها بالسي بلس بلس؟ هلا هي two types، اول اشي single line والمالتيبل لاين. هلا لما بدي اكتب لاين واحد
بس لاين واحد وبركز على جملة لاين واحد بس واحد، رح استخدم السنجل ورح اكتب دبل سلاش ورح اكتب بعدهم ايش ما بدي، يعني كل السطر اللي هون هيك لاخر الهاد رح اكتب فيه شو ما بدي، ورح يكون لونه اخضر، مهم نميز الالوان وكيف بصير شكلها وهيك. فهي هون رح اعمل دبل سلاش ورح اكتب بعدها رح يصير لونه اخضر، الكومبايلر ما رح يطلع عليه ورح يشوفه اصلا. هلا المالتيبل لاين، لما اذا بدي اكتب اكثر من لاين فقره مثلا، راح استخدم هذا الشكل اللي هو سلاش ستار ستار سلاش، اسكره طبعا هيك بيكونوا فوق بعض، وبكتب بالنص هنا شو ما بدي، يعني اي شيء بدي اياه برضه راح يكون لونه اخضر، الكومبايلر ما راح يشوفه ابدا. قبل شوي حكيت انه اللون الازرق هذا مش ديزاين، هو عباره عن دلاله على انه الكلمه هاي او الجمله هاي محجوزة، اللي هي الكيورد أو الريسيفد ووردز، كثير مهم نعرفهم، ولنهاية هذا التشابتر إن شاء الله بنكون عارفينهم، لأنه رح نستخدمهم خلال البرامج. هلأ هالدول اللي هم مثلا رح يتضمنوا مبدئيا الانتجر، الفلوت، الدبل، الكاركتر، الكونستانت، الفويد والريتيرن. كتير مهم أعرف إنه لونهم بيكون أزرق وهم ريسيفد ووردز. رح كل ما نمر على كلمة محجوزة رح أحكي إنه هاي كلمة محجوزة. هلا الفكرة من انه هي كلمة محجوزة انه انا ما رح اقدر استخدمها باي جملة بدي اياها، هي رح تكون موجودة لهدف معين والكمبايلر عارف انها هي موجودة لهذا الهدف. وهلا الاشي الاهم، قواعد تسمية المتغيرات الIdentifiers. كيف بدي مثلا بدي اكتب برنامج C++ وبدي اسمي متغيرات واعرفها واكتب statement عشان ما يعطيني syntax error، وعشان اكون عارفة شو اللي عم بصير لازم اعرف انه الIdentifiers كيف ممكن اسميها. لازم اعرف انه هي ممكن تتضمن letters حروف، digits ارقام، underscore اللي هي هيك، يعني ننتبه لها الاندرسكور. هلا must begin with letter or underscore. هلا ممكن تبلش بحرف او اندرسكور. هلا الاندرسكور ممكن تبلش فيها، بس هي صراحه مش good programming skills، يعني الافضل انها تبلش بليتر، لكن عادي الاندرسكور اتس رايت يعني صح. هلا C++ is case sensitive، النمبر بالكابيتال بهذا الشكل بتفرق عن النمبر بهذا الشكل، وهلا كتير مهم نركز، وكتير احيانا بيجيبوا اسئله بننخدع فيها انه بنفكر انه اتس اوكي انه هاي صح، بس بالنهايه بكتشف انه مثلا في عندي حرف كابيتال وانا مش منتبهه، فبيكون خرب الدنيا انه اذا عرفته نمبر ما لازم اكمل على هذا الشكل انه كله سمول لتر، اما اذا كله كابيتال لازم اكمل للنهايه انه كابيتال، فانه لهيك بفرق، يعني هي كيس سنسيتيف. هلا two predefined identifiers are cout and cn. رح نعرف لقدام انه cout هي جملة طباعة والcn جملة ادخال. هلا unlike received words، هلا هي مش received words، لما اكتبها ما رح يعطيني لونها ازرق. هلا هي predefined identifiers، هي يعني function معرف انه انا يعني بعرف استخدامها، انه اذا كتبتها للكمبايلر رح يعرف انها هاي جملة طباعة وهاي جملة ادخال. هلا ممكن استخدمهم but it is not a good idea، مش good programming skills اني استخدم cn والcout عشان اسمي متغير، يعني في كتير كلمات وكتير احرف ممكن استخدمها غير عن predefined identifiers. رح نشوف هلأ مع بعض الأمثلة عشان نتمكن من موضوع تسمية المتغيرات، لأنه صراحة جدا جدا مهم خصوصا بمادة الفيرست، لأنه أغلب الأسئلة بتكون على هذا الموضوع. طيب نبلش بأول واحدة، كاتب لي هون فيرست، بطلع كلها حروف، ما في عندي أي إشي مخالف، ما عندي أي رمز غريب مثلا موجود فيها، فإذا هاي خلص صح إنه أنا ممكن أستخدمها. هو صح طلع معاق شوي بس إنه هي صح. أوكي هلأ لو طلعنا هنا to and، طيب بتطلع في عندي رقم بداية الكلمة، وإحنا حكينا الرقم ممنوع يكون بالبداية، يا إما underscore يا إما letter، فإذا هاي هون خطأ أكيد. هلأ نتطلع على 3، في عندي 1 space plus space 2، طبعا هون أكيد خطأ. ليه؟ لأنه استخدم رمز خاص اللي هو plus، أكيد هذا ما بصير يستخدمه، وكمان غير هيك في عندي space بين ال 1 وال يعني بين التنتين في عندي space، والspace ممنوع بالidentifier.
هلا نطلع على 4. هير في عندي هون علامة تعجب، طبعا هاي خطأ مش من قواعد التسمية انه تكون موجودة. لو نطلع هون في عندي underscore x، طبعا هاي صح ليه؟ لانه عادي يبلش بunderscore، يعني سوري على الصح اللي مكتوب هيك. بنكمل كمان أمثلة عشان نتمكن أكتر. حكي لي هون أنت هلأ هون بتذكر إنه هاي كلمة محجوزة، إذن أكيد خطأ إني استخدمها as identifier، ما بصير أسمي أي متغير باسم كلمة محجوزة. لو نتطلع هون على good underscore by، هلأ ما في عندي الunderscore دايما صح، فإذن هون عندي صح. ليه؟ لأنه ما عندي مثلا أحرف بداية الجملة، ما عندي رموز خاصة أو أي شيء. لو طلعنا هون على 8 وهي رح تفرق عن 6، إنه حكينا إنه C++ case sensitive، بدي أعرف إنه هاي صح بينما هاي اللي هون خطأ. ليه؟ لأنه هاي integer بالI small، هاي received words ما بقدر استخدمها إلا بمكانها. هون صارت بالI capital، صارت عادي أي كلمة عادية ممكن استخدمها وأسمي أي متغير فيها، فهي صحيحة 100%. هلأ نطلع على num، هاي الشرحطة اللي هيك 77، هلأ هاي خطأ. ليه خطأ؟ لأنه هاي مش underscore. ننتبه من هاي الشغلة إنه الunderscore بتكون لتحت، بينما الشرحطة اللي لفوق هاي مش underscore. هلأ so far نطلع هون في عندي space، لو لاحظنا انه في عندي هون space، ف so far ما بصير يكون في عندي space بأسماء المتغيرات، فهاي خطأ. رح نبدأ هلأ بموضوع جديد واللي هو data type، كتير مهم طبعا هذا الموضوع. هو عبارة عن set of values together with a set of operations. هلأ تقسيمات الداتا تايب بالسي بلس بلس مهم نعرفها. هلا السمبل الستراكتشرد والبوينترز، احنا بكل الماده رح نهتم بالسمبل. الستراكتشرد والبوينترز مش كتير رح يكون عليهم فوكس زي السمبل. هلا السمبل داتا تايب رح نبلش بدايه بثلاث اشكال لها. اول اشي الانتجرال، الانيوميريشن طبعا هي ما رح استخدمها ابدا خلال المادة، والفلوتينج بوينت رح يكون تركيزي على الانتجرال والفلوتينج بوينت، كتير مهمين. الانتجرال هي عبارة عن number without decimals، ارقام صحيحة يعني 7, 8, 9, 10 without decimals بدون فواصل عشرية. الفلوتينج بوينت اللي هي بستخدمها عشان الديسيمال بو نمبر، الارقام العشرية. رح نبلش هلأ بتقسيمات الانتجرال، طبعا هي الأهم بها بالمادة. رح نبلش أول إشي بجزئين. أول إشي الجزء اللي مطلوب معنا هاد، والجزء اللي يعني بس هيك آزت يعني تعداد اللي هو هاد. رح نبلش أول إشي بالكاركتر. الكاركتر بتتضمن، رح أفصلهم بالتفصيل هلأ بكل إشي لحال، هي بس يعني بتاخد أحرف كاركتر. والبوليانت اللي هي true and false، الانتجر اللي حكينا عنها قبل شوي أرقام صحيحة. هلأ الشورت واللونج هدول بدي أعرفهم كتعداد، فأنا بهمني أعرف هلأ هذا الجزء اللي أنا بدي أركز عليه، الانتجر البوليان والكاركتر. رح أبدأ هلأ بالانتجر. الانتجر اللي هي بتاخد أرقام صحيحة، كتير مهم الملاحظات هاي اللي هي هون نركز عليها عشان كل المادة مبنية على هاي الملاحظات والتفاصيل الصغيرة. هلأ بداية لما يكون في عندي رقم بوزيتيف عادي، ما بصير أكتب أو ما بدي أكتب البلس هاي، خلص مثلا 7 بكتب 7 هون، بلس 66 بكتبها بدون، يعني ما بحتاج البلس اللي موجودة هون، أنا هاي ما بدي إياها اللي هو هون، أوكي ما بدي إياها. طب هلأ كمان ملاحظة مهمة، ما بستخدم الفواصل. الفواصل بستخدمها عشان أفصل أشياء قائمة وبدي أفصل فيها أشياء. الماينس عادي بكتبها، مثلا هون عندي ماينس 4 عادي بكتبها. هلأ ننتبه إنه انتجر كلها سمول لتر، والانتجر لما يكون في عندي كابيتال سينتاكس ايرور أكيد إذا استخدمتها بمكان الانتجر اللي أنا بقصدها فيها. هاي حكيت عنها قبل شوي، طبعا بدنا نعرف إنه الستورج لإلها السعة للانتجر هي 4 بايتس، لازم أعرف هاي الأشياء بالتفاصيل، فهي 4 بايتس. البوليان اللي هي رمزها بيكون، أنا لما بدي استخدمها بكتبها بهاي الطريقة. هلأ هي بتتضمن أو أنا بستخدم فيها لما أكتبها true and false، والtrue and false هدول بسميهم logical values، مهم أعرف اسمهم اللي هي true والfalse. طبعا أي إشي بكتبه باللون الأزرق فهو received words،
يعني بليز ركزوا لهذا الموضوع. البوليانت هنا received words، اللي هنا برضو true والfalse برضو received words، لونهم أزرق إذا received words، يعني أنا بكون تعمدت إنك أكتبهم باللون الأزرق. هلأ بال C++ أو بالكمبيوتر بشكل عام الfalse يرمز لها بالصفر والtrue بالواحد، وأي رقم غير الصفر فهو true، أكيد فهو true، إنه أي رقم مثلا لو حكيت 2 هو true، 4 فهي true، 0 لا هي رح تكون false، قدام رح نستفيد منها. وطبعا الستورج لإلها السعة هي 1 bytes. وآخر إشي بالداتا تايب اللي هي السمبل أو الانتيجرال بشكل عام، رح أخذ الكاركتر واللي هي برضو كلمة محجوزة، والكاركتر بكتبها بس char بس بهاي الطريقة. لو لاحظنا أن أغلبهم مختصرين على طبعا هي بتتضمن letters space digits special samples. هدول كيف راح استخدم الكاركتر لما بدي اكتب مثلا او بدي ادخل على البرمجيه اللي عندي حرف مثلا او رمز خاص او كذا، ما بصير ادخله هيك لانه حكينا الرموز الخاصه يعني هي عندها مشكله بهذا الموضوع. ف راح استخدم الكاركتر، والكاركتر each character is enclosed in single quotes، راح يكون دائما السنجل كوتس مع الكاركتر، يعني لما بدي اعرف اي اشي مع الكاركتر راح احطه بالسنجل كوتس. نشوف هاي الاكزامبل اللي هون، هاي نطلع الاي مثلا، هاي السنجل كوت، هدول كتير مهمين السنجل كوت، برضو هدول مهمين مثلا هاي الرموز بستخدمها بس مع الكاركتر، ما مزبط احط هون انتجر مثلا او بوليان واستخدم هذا الاشي، لا طبعا بس كاركتر لهذا الموضوع. وهي smallest integer integral data type اللي هي 1 bytes، يعني اصغر سعة فيهم. بهيك بيكون اول جزء من chapter 2 خلص. ان شاء الله بالفيديو الجاي رح اكمل على chapter 2، لانه لسه في مواضيع تانية ما حكينا عنها. يعطيكم العافية.